كذلك أدى نواب المحافظين الجدد اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتوسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع نواب المحافظين بعد أداء اليمين الدستوري بقصر الاتحادية. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 259 لسنة 2024 قرر يعين كل من السيد إبراهيم عبد الهادي ياسين كريم نائبا لمحافظ القاهرة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور عبد الله رمضان توفيق مصطفى نائبا لمحافظ السويس. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد المهندس أحمد عصام الدين أحمد موسى نائبا لمحافظ الإسماعيلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيدة الدكتورة إيمان عمر ريان عبد العزيز نائبا لمحافظ القليوبية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيدة حنان مجدي نور الدين محمد نائبا لمحافظ الوادي الجديد. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم أبو زيد نائباً لمحافظ المنيا. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف نائبا لمحافظ القاهرة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور حازم عمر أحمد عمر علي نائبا لمحافظ قنا. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور عمرو عثمان محمد نعمان نائبا لمحافظ بورسعيد. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور عمرو مجدي مصطفى البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد بلال محمد السعيد عبد الحفيظ حبش نائبا لمحافظ بني سويف. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد إبراهيم ناجي عبد الفتاح الشهابي نائبا لمحافظ الجيزة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيدة هند محمد أحمد عبد الحليم نائبا لمحافظ الجيزة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد محمد إبراهيم لطفي موسى نائبا لمحافظ المنوفية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد أشرف محمد سيد محمد منصور نائبا لمحافظ القاهرة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيدة المهندسة منى محمد رضا حسن البطراوي نائبا لمحافظ القاهرة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور
أحمد محمود عبد المعطي حسين نائبا لمحافظ الشرقية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيدة المهندسة لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائبا لمحافظ الشرقية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيدة الدكتورة إناس سمير محمد حافظ نائبا لمحافظ جنوب سيناء. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيدة المهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم زينة نائبا لمحافظ الإسكندرية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور حازم محمد جودة الديب نائبا لمحافظ البحيرة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور محمد سامي صادق عبد السميع التوني نائبا لمحافظ الفيوم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور مينا عماد ثابت حنة نائبا لمحافظ أسيوط. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور محمد عبد الهادي عبد الرحيم نائبا لمحافظ سوهاج. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور هشام أحمد أبو زيد عبد الله نائبا لمحافظ الأقصر. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور أحمد أنور عطية العدل نائبا لمحافظ الدقهلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيدة المهندسة شيماء محمد الصديق محمد نائبا لمحافظ دمياط. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور محمود محمد عبد الغني عيسى نائبا لمحافظ الغربية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد المهندس عاصم عبد الغفار حامد سعدون نائبا لمحافظ شمال سيناء. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد إسلام السيد رجب عبد الحميد نائبا لمحافظ مطروح. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد المهندس عمرو حلمي حسان لاشين نائبا لمحافظ أسوان. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيدة مجدة حنة بباوي حنة نائبا لمحافظ البحر الأحمر. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق.